لو وصلنا لتاريخنا الحديث مع العثمانيين والفرنسيين والطفئ على الإسرائيليين، مين ما اجى على هالأرض رحل وسقط، هن رحلوا ونحن بينا، ونحن التيار الوطني الحر، نحن صخرة لبنان ونحن صخرة الاستقلال، ونحن يلي بنبقى لأنه نحن تيار الاستقلال. قررنا انه على هالصخرة، صخرة نهر الكلب، صخرة الاستقلال، رح نبني المقر العام للتيار الوطني الحر.